مرحبا، كيفكن؟ عن جديد ببرنامج شيفتوها مع هوا الشامي اللي بيكون معكم فيه بحلقة جديدة وضيف جديد وطبخة شهية جدا مع جو مهضوم وحلو وفيه شوي هيك يعني حنسمع شغلات حلوة من صوت صبية. ما ضل غير تروحوا فاصل صغير وترجعوا لعندي لنشوف مين ضيفنا وشو الطبخة لليوم. بمرحلة كتير حلوة بلشت ولقلوب الناس دخلت، ممكن جمالها وشخصيتها وحضورها كان لهم وقع خاص عند كل حدا شافها أو سمع صوتها. كالعادة ما رح طول عليكم لأنه الشرح عنا بطول وبضحكة من القلب بتنور سمانا، لهيك خلونا نستقبل سوا سوزانا الوز. كيفك يا سوزانا؟ منيحة. شو أخبارك؟ يعني أنا من وقت شفتك اتفائلت، ما شاء الله عليكي، شو حلوة عن جد، ما شاء الله ما شاء الله. دخيل قلبك. كيفك؟ شو أخبارك؟ نورتي اليوم سمعنا فعلا وكلياتنا مبسوطين اليوم بوجودك، وسمعت هيك عنك شغلات كثير حلوة. أنا دققت على شغلة إنه قلت لك عليها، هلا بنحكيها للمشاهدين بعد شوي. سوزانا، كيف بلشتي بمرحلة التمثيل؟ مرحلة التمثيل بهي. تمام. هلا أنا خريجة أوبرا من المعهد العالي للموسيقى، فبعد ما تخرجت صار في كاستينج لدور بمسلسل واق واق بإخراج الأستاذ ليز حجر، أكيد طلبوا مغنية أوبرا تمثل. فنحن كنا ناخد دروس تمثيل بس يعني كانت كتير قليلة، بسيطة كتير. فحبيت أني أقدم. أنا من قبل ما أفوت على المعهد أنا كنت غني بالكورال مع الأستاذ حسام بريمو الله يرحمه، وبصلح الوادي كنت غني. ف يعني بحب الغناء بس انا كثير كنت حابه فوت تمثيل. يعني انت حابه مو انه انا كنت كثير حابه. يعني اول وقوف لك يعني قدام الليث حجه، طبعا بنوجه له تحيه، قد ايه كان قد ايه شعورك كان كثير كبير انه انت اول دور الليث حجه؟ هلا بما انه انا يعني كان اول دور لي، فانا لسه ما كنت بعرف، يعني ما كنت فايته بجو التمثيل، وبعرف انه هي الاشخاص قديش قيمته كبيره، يعني بعرف انه هو حدا كثير مهم. بس قديش كبر بعيني لسه، لانه هو اول حدا اشتغلت معه كان استاذ، كان كانه وركشوب لسه، ما كان أكيد. بس انه بس مسلسل، يعني احنا اشتغلنا بروفات طاوله، اشتغلنا مع زملائنا الممثلين اللي عم نشتغل معهم عن قرب كنا أكيد. وخصوصي يعني كانوا من اهم الاساتذه، يعني الاستاذ باسم ياخور، مدام شكران، كلهم تحيه، كلهم جميعا، يعني كلياتهم جميعا عن جد. هلا هو لو ما مآمن بموهبتك وبجمالك وطلتك البهيه عن جد، انا ما عم جاملك والله، هذا حكي الكل كان موجودين قالوا اجت صبيه كثير حلوه لعنا على الاستديو. هلا انا شايفه صورك على الانستغرام، بس عن جد انت على الحقيقه قمره وبتجنني. سوزانا، كيف بتميل يعني فيكي تفصلي حياتك الشخصيه عن العمليه؟ لانه دائما الحياه الممثل بتكون شوي صعبة. فأنت كيف فيك إنه حياتك الشخصية إنه بحكي فيها، بتطلعي فيها على السوشيال ميديا ولا لا؟ أنا هاي مخبيتها لإلي، ما بحب شارك فيها حدا. تمام. هلا لا، أكيد الحياة الشخصية هي يعني بعيدة كتير عن الشغل، يعني الشغل شيء والحياة يعني ما بتشاركي يومياتك مثلا انه انا اليوم بدي اعمل، انه ما شاء الله كان عندك عدد منيح على الانستغرام، ما بتحبي انه اليوم بونجور كيفكم، هاي يا حلوين اليوم عاملين هيك واليوم سوينا هيك؟ في ناس بتحب بتفوت لنص بيتك تعرف تفاصيلك. صح. تسمع صوت امك حتى، يعني بحبوا الناس هدول الشغلات. انت بتحبي تفوتي ولا بتقولي لا هذا بيتي مملكتي انا ما بدي حدا يقرب عليه؟ يعني ايه، هو شيء خاص كثير، يعني خصوصي انا عندي بيبي، يعني فبحس انه الحياه العائليه يعني هي يعني شيء خاص، يعني لازم تكون دائما. بحب انه اشارك العالم كنت يومياتي، احيانا وقت يكون مثلا في شيء في شغل مثلا، بحب انه كانه يفوتوا معنا على جو التصوير، مثلا يكون في عندنا مناسبه، احيانا ممكن يكونوا مجتمعين مع رفقاتي المغنيات، يعني من قبل كنا نحب نعمل هيك فيديوهات، نعمل لايف مع بعض، يعني يكون في سبب لهذا اللايف، يعني اما سبب هيك لا أكيد. بلا سبب لا، يعني نحن كمان بنحب يعني المحتوى، الشخص لما بده يشاركنا شيء فعلا يكون فيه يعني هيك يكون مهم شوي، انه نحن قادرين انه نتفرج عليه، فنحن بنحب هدول التفاصيل. اكيد ما رح نهتم انه تفوت اكلتي وشو كذا. عصيره الاكل، كيفك بالطبخ؟ ما انه هلا كنت عم تقولي يعني متزوجه وعندك بيبي وهيك. يعني بما اني متجوزه 4 سنين فانا بعرف اطبخ.
بحسه هو يعني شيء من جوا، يعني شيء فيه احساس، فيه يعني فن وكيمياء. فلحتى تقدري تطبخي تعملي شغله عن جد طيبه بدك تكوني كثير مرتاحه. فانا كثير بعطي طاقتي يعني بالاكل لحتى اعملها، فبس خلص طبخ بتعب. بحس ما عادني قدراني اعمل اي شيء باليوم. بس مره يعني. على مره على فكره بتتعودي على هذا الموضوع. يعني صار لنا 4 سنين، فما بعرف امتى بدي اتعود. هلا ما تعود، هلا بفتح اليوتيوب لحتى اشوف الاكله. يعني تجربتك هلا عندي بالمطبخ ان شاء الله حتلاقي الطبخه هيك ثواني صارت. ما ضل غير تروحوا لفاصل ونرجع بعد شوي مع سوزانا، ولكن مو من هون، من المطبخ. ورجعنا عن جديد، ولكن هلأ من المطبخ مع سوزانا. وكنا قاعدين عم نتناقش أنا وياها كيفها بالمطبخ. قالت لي نحنا أما أكرانية، فقلت لها أنتم من جماعة البانكيك. قال نحنا عنا يا البانكيك هو أكلة شعبية، والكريب نحنا بس ثواني طق 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 طق، نحنا مثل اللبنة والجبنة. شو هالصدفة يعني أنه يوم عملت لك بانكيك؟ عن جد كثير أنا بحب البانكيك. هو اسمه بروسيا اسمه بليني بليني. ايه، فكانت ستي دائما هيك يعني عن جد كيف بخمس دقائق تعملنا ياهم ما بعرف، ويطلعوا ما بيلزقوا. انا عن جد هلا بخمس دقائق شوفي كيف حنساويهم. هي صح الاكله بدها خمس دقائق، بس نحن هلا هون اكيد بدي اقعد اسالك شويه اسئله. بس الي طمع فيكي قبل ما بلش باي شيء، بليز سوزانا بدي اسمع شيء من اغانيكي عن جد. يلا معك. اوكي، شو حابه انت يعني؟ انت هيك شو جعبالك تسمعيني الي؟ هي سهلت عليكي، شو جعبالك تغني؟ هاتي لنشوف. يا ما أحلى الفسحة يا عيني على رأس البر والقمر نور عيني 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 على مو على موج البحر تم تم اللي تعالي يا شغل بالي حلالي على طول العمر والقمر نور عيني 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 على مو على موج البحر تم تم. ما قدرت يعني شغله هيك عيوني دمعوا عن جد، يعني دخل صوتك لجوا جوا للاعصاب. وعن جد يعني كانوا عم يقولوا لي بالكنترول انت اشتغلي، ام قلت لهم لا انا منسجمه. بس عن جد زوجك قديش محظوظ. انا بقول عن جد قد ايه هيك الرجل بيكون محظوظ لما بتكون مرته زوجته صوتها كثير حلو. فتخيل هيك تفيق على هيك الصوت، والله ما بطلع من البيت. زوجي كمان مغني. كمان بتغنوا لبعض انتم بالبيت؟ ايه، بس لا هو غير شيء يعني، هو بيغني غربي، بيغني جاز يعني. يا سلام. تمام. طيب هلا على سيره الغناء، كيف بتشوفي هلا يعني بهذا الوقت الغناء بشكل عام، بهذا الغناء الحديث خلينا نقول، يعني هالاغاني اللي عم تطلع هيك فجاه مثل الفرعي وهدول يعني العربيين يعني الشباب. كون انا هيك حطيت البيض هون. يلا تمام. والله في شيء كثير حلو صراحه، لانه نحن عم نأدي ستايلات جديده باللغه العربيه. فعم يكون شيء كثير حلو، مثل في حدا اسمه الفرعي، مثل هيك فرقه اوتوستراد، في ناس اجوا لهون يمكن بتذكر على سوريا. يعني في شغلات حلوه انا عم شوفها يعني. ولسه اذا بنغني شيء مثل البوب بس هون عنا، بحس انه لازم نشتغل على هذا الشيء يعني. صح. هون هذا الموضوع لسه فقير لساته. اي والله يعني هلا في كثير شباب بتحسيهم عن جد جعبانهم يغنوا هذا النوع، بس ما في تشجيع لإلهم بهذا الشيء ابدا نهائيا. صح. هلا بدي اسالك سؤال. أوكي. انت حلمك لاي شاره مسلسل لو بخيروكي بكذا مسلسل انعرضوا وكثير كبار؟ طبعا نحن حنقول على المسلسلات لانه انت بيلبق لك المسلسلات الكبار. انا واحد بتختاري اي شاره هيك هلا اصفني قلتي يا ريت انا هي الشاره انا غنيتها
وانا كانه قلبي حسني شو هي. هاتي نشوف. هلا صراحه رح اكون صريحه كثير، يعني انه انا يعني في كثير شعرات بحبها ايه؟ بس مشان ما تقولي لي غنيها هلا ماني حافظه يعني. بغني شفتي انا ما دقيقه انا ما غنيت معك قبل شوي ما شاركتها يا عن جد يعني شوفي الشباب ما شاركتها شاركتها انا خلص ما تتكلي هم انا بنقلك شوي شو اسم الشعر يعني انا بحب كثير الاستاذ اياد اليماوي اغاني كثير 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 حلوه اغاني كثير حلوه انا بقعد بتسلطن بجنن كثير بدنا نقدم نوجه له تحيه انا جد كارمن توكمجي رفيقتي يعني كثير وصوتها بجنن واغاني كثير حلوه وفايا يونان كمان صوتها حلو والغنية اللي عم تغنيها كتير حلوة بس صراحة أنا ماني حافظة يعني أنا تبع بتطلع طيب. الغنية هيك بيقولوا فيها أنا بقول جملة معهم عرفتي شو طيب. بس أنا ماني حافظة إيه بس أكثر غنية فعلا يعني رسخت بعقلك وكتير حلوة هالشارة هلا أنا ناس بستغرب إني بقعد الصبح بشرب فنجان قهوة على الأغاني إياد الريماوي أنا بقعد تبع وخصوصا الشبابي كملي انت كل الشبابيك ومن الشبابيك ايوه يعني في انا بحس انه عم يدخلنا على البيوت السوريه لما ما عم فنجان القهوه بحسه لإلي اقرب هلا في ناس اكيد مع احترامنا للست فيروز بيحبوا مثلا انا بحب الصبح لا بسمع صح. الاغاني الشاميه القديمه اكيد وغير شيء انه بصير في يعني لما يكون اياد الريماوي وليس حجو مع بيطلع شيء بجنن اكيد اكيد ولهلا سوري يعني هي ضلت تحاور تلف مثل ما عم لف انا هالبيض ورايحه جاي وبالكنترول عم يقولوا لي شكلك اليوم ما رح تعملي لنا بانكيك وانت عم تلحي عليها وهي ما عم تجاوب جاوبينا شو الشارع طيب هاتي لنشوف هلا انا بحب كثير اهل الغرام بتتذكري باهل الغرام لما غنوا كذبك حلو مثلا دغري قال فتلت عشان رحت على شيء ثاني يعني الله والله حلو كذبك حلو تسمعينا منا هيك مقطع صغير معلش ليكي اليوم انا الي طمع فيكي انا بعترف قدام كل المشاهدين اللي عم بتابعونا الشيف توهاما اليوم لها طمعه كثير كبيره انا عندي الحكي وعند الغنى شو رايكم ها شفتي ليكي ليكي كله قال ايه ليك عم كله عم يصفق هلا كله بيوت عم بيصفق كله 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 صح يعني ها شفتي انا بتشرف اني غني شيء في كيمستري بيني وبين المشاهدين بفهم عليهم شو بيقولوا صح ما بشوفهم صح. بس بفهم يعني أوكي. المايك معك معني بس هيك بس هلا قبل انتبهتي انا شو حطيت بيضتين حطيتي بيضتين وفانيل والسكر وهلا حضيفه 3 ارباع كوب حليب والحضان عم حرك وانا عم بسمع أوكي. كذبك حلو. أنا بشكك آخر شيء مشان ما أضرب لك الغنية هلأ أول شيء بدي يعني سلم على الأستاذ سمير كويفاتي كتير كتير أكيد كتير. نوجه له تحية ويعني نحن كتير اشتقنا لصوت أستاذنا الكبيرة يعني الله يرحمها عن جد هي من الأصوات اللي خلص رسخت ببالنا عن جد عن جد وهي الأصوات السورية اللي أنت عن جد أنا صراحة يعني صح. فيروز على عيني وراسي يا جماعة أكيد. بس أنا بس أسمع مدام ميادة يعني كنت كثير حس انه شيء سوري كمان قريب منا كثير نحن يعني ايه نحن نسمع شيء سوري شي فعلا مزبوط حكيت مزبوط انا عن جد دائما بقول لهم هاي الفكره عندنا اصوات بسوريا يعني انا بشوفها بمستوى عالي بين الشرق يعني بالوطن العربي يعني انا بحسهم قامات جدا عاليه جدا انه بيكون في خامه بيكون بتحس أكيد. يعني شيء مثل الاوبرا بس أكيد. اوبرا عربيه يعني. اكيد هلا قلنا مع انه انا يعني كثير محروجة غني لحدا كثير كثير مهم يعني بس انه نحن عم نطبخ لا يا جماعة ما حدا يقيم يعني أكيد انا أكيد. ما بغني عربي بس احلى يمكن اليوم تطلع معي اطيب بانكيكه بالعالم صدقيني لانه يعني عملتها على انغام جدا جدا رائعه دخيل قلبي يلا عندك بقى تذكر شو مشينا مشينا وحكينا تاني نرجع لا مثل ما بدينا عم تلغي ماضينا البعد عايش فينا عم تنسو كأنك لا رحنا ولا جينا يعني يسلم هالصوت والله يعني يمكن عم اقول لك اليوم اطيب بانكيكه رح بتصير اليوم عن جد صوتك بيدخل لصمصومه القلب مو للقلب للصمصوم عن جد شكرا هلا بس انا التهيت معاكي ونسيت المشاهدين ونسيت قلهم المقادير هلا بيكون بس انتم ما يا ستي هن نسي ومعي المقادير سوا لهيك حارجع اذكركم تذكريهم ذكرتي شو حطينا هون بيضتين بيضتين صح
بيضتين وسكر سكر وفانيل حطينا كمان تمام. وحطيت كاسة من الحليب مع كاسة من الطحين وصار عندي هلأ الخليط لازم لا يكون لا مرق بنوب يعني مرقة أوكي. ولا أنه مثل الكيك عرفتي فهذا أوكي. القوام الصحيح لإيده طبعا هلأ أنا مثلا في عندي طحين بيمسك وفي طحين بتحسيه لسه بده حليب صح. فنحنا بدنا نطلع دائما عندي نوعية الطحين كتير بتلعب دور أحيانا بيقولوا لي أنتي قلتينا أنه بس هيك بدنا نحط لا أنا ضفت كمان شوي من الحليب لحتى عطاني هذا القوام وحنروح لوين أنا وياكي يا سلام بلش بأول بانكيكة وأسألك كمان سؤال أوكي هاتي لنشوف انت بتقوي النار عليها كثير هلا لا بدي ضعف كثير 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 الغاز عليها هيك بهذا الشكل بس اول شيء لازم تسخن كثير الملعقه لكن انا سخنتها انا شعلتها وانت عم تغني وانا مندمجه طبعا هي لازم تكون شوي نتفه اسماك وبهذا الشكل طبعا هي لانه مو كريب وبنحط لها بيكنج باودر مشان تنفش هي الفرق بينها وبين الكريب اوكي بس هذا هي الفرق يعني والباقي المقادير نفسها هلا شوفي هلا عندي بلش يتبقبق تعال شوفي شوفي أنا متى ما شفت هدول الفقاعات على الوش ما انتهي ناشحة وبضعف عليها على الأخير شو رأيك نطلع على فاصل ونرجع بعد شوي لنشوف البانكيك كيف طلع معنا بشكله النهائي مرحبا ورجعنا عن جديد بس هالمرة لحتى نشوف الشكل النهائي للبانكيك اللي طلع شام الروايح انت بياخذ العقل عن جد اشتغلوا فيه على العيار مثل ما ورجيتكم اياك حيطلع معكم نفس الشيء هلا بس الامانه كنت عم اقول لك المقلايه كمان بتلعب كتير دور يعني حاولوا اذا بتلزق ندهنها بشويه زبده اذا ما بتلزق هلا انا ما دهنتها ما بتلزق بس شوفي 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 هالمنظر بتجنن وانا اسفه بس بدي اسال شغله اللي احيانا بيقولوا مشان ما تلزق في معلومه انه بيحطوا ملح صخري وبيسخنوه كتير 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 للملح حتى يبلش انه يصير لونه على بيج إيه؟ بعدين بيمسحوه بمحرمه بيقولوا انه مثل كانه اخذت كل شيء هواء وصارت ناشفه تماما خلص هي معلومه جديده يعني. خلص رح نتبع رح نجربها لهي لانه عندي كم قلايه بالبيت ما كثير زراف إيه؟ طيب هلا ممكن بس انا اضيفك شيء وانت بس ورجينا ابداعاتك مو مشان شيء بس لبستك الكفوف يعني بس قدام المشاهدين لحالي يعني مشان ما حلوه يعني طب انا حجب لك اشتغل شوي طيب هون في عندك فستق حلبي إيه؟ مبروك شوف هون في عندك قشطة وهون في عندك شوكولا عملي لنا واحدة فستق حلبي وقشطة وواحدة بشوكولا وقشطة شو ضيفك هاتينا نشوف أنتي وقفي هون وأنا حعبي شو تشربي معي هاتي نشرب في عندي هون آيس تي في عندي كافينيلا هاي طيبة كثير هاي الكافينيلا أنا واحدة تبع الموكا ولا كابتشينو لا في كرمه وحده تمام خلص حنساويها دقيقتها يعني ما بعرف غيرها لسه مو دقيقة يلا نشوف اول شيء بنحط وحده طبعا هي قشطة الشوكولاتة هلا مشان تاكلي لا للامانه بدك تاكلي بس في شغله بخبيت لك اياها مع الاكل اللي هي اللي هي اللي هي هلا انت بدك تدوقي صح اذا طيب بتغني لنا واذا مو طيب بتختمي يعني هي بتطلع اطيب عرفتي شو يعني ما عرفت لسه ما دقتي لسه ما دقتي لانه اكيد كثير طيبه بس يعني لمصلحتي لك انه بتطلع على اساس اطيب يلا لنشوف هلا انا ما بعرف اذا ستايلها حلو هيك لا نص بنص ليك القشطه القشطه ما بدها هندسه القشطه بدها مده بس مده يعني انا بقول ايه هاتي اوكي مده كلها ايه مديها وانا حامشان الوقت رح مد معاكي شوكولا كمان حجيب معلقه من الدرج يا الله هي الاكلات كثير بتسمن هلا تسمن ولا لا اخر شيء قال في مثل شو بيقول لك ما بتاكل الا الصحه اي والله صح ولا لا الله يخلي لنا صحتنا وعافيتنا ونلعب رياضة نعمل هاي الشغلات لأولادنا تحسي أحسن شوفيها هي لابسة كفوف أنا لازم كنت أنزل هيك شفتي لازم هيك ها وهيك وروحي لها شوفي هيك يا سلام في شيف هيك شفته بيعمل أنا وحدة إيه خلص هي من بعيد هي أنا وياها هيك سوا هيك بس نكتر شوي إيه هلا هي ما بدها قطر هون أنا عملت شوية قطر هلا حقين ونضيف عليها هلا بدك تبلشي تدوقي حجب لك سكينه وبدنا نبلش ندوق ونشوف هلا فيكي بس تشربين ضيفناك نشفنا لك ريقه لانه شكلك شكلك ها شكله مشهي وشكلك لح يا سلام شكرا شكرا جزيلا انا هي ما فيني بدون على فكره صاير ادمنت عليها هلا حنجيب هون سكينه هذا ايس تي ايه انا بتعرفي هي اللي بتضيع اغراضها انا طيب هلا رح نشوف تفضل أوكي. قطع لك انا ما بدك مع الشوكولا ولا مع القشطه
مع الأشخاص يعني. والله إنك بتفهمي والله. شو فيها المنظر طبعاً. أنا مرة عملت كيكة هاي هيك صرت حطهم طبقات طبقات طلعت بتجنن. شوفي من جوا كيف قوامها كان. أهم شيء تهدي عليها الغاز ولنشوف رح نختم بغنية ولا بنصيحة. لنشوف. ميرسي. بس كأني كبرت. كانت كثير كبيرة ما يعني بس أنا ما عندي مشكلة ها. إحنا بالعادة ما بناكلها هيك. نحن بس على الهواء هيك بناكلها. بشوفونا تحت. تحت الهواء بنمسك بإيدنا. يلا. أوكي. ليكي بصراحة. يعني يعني حد تغني يا رب تغني يا رب تغني. بالله شو طيبة ولا مو كتير؟ لا كتير طيبة. خلاص لا لا بدك تختمينا بدك تختمينا يا بغنية. عن جد أنا كتير انبسطت فيكي والله فوق فوق ما بتخيلي. وانبسطت عن جد بسمع صوتك الجميل وبوجهك الأجمل ومو بس أنا أكيد كل المشاهدين اللي عم يتابعوكي هلا وأطربينا هيك أغاني عن جد هيك من الشام من أغاني المسلسلات اللي كنتي عم تقولي عليها قبل شوي إذا بتحبي. لا طب يلا على ذوقك يلا. أرى سلمى بلادا من جفتني وكانت أمس من بعدي ومن كأني ما وصلت لها شفاها كأني ما وصلت ولم تصلني كأني لم أداعبها لعوبا ولم تهافوا إلي وتستذيني كأني حديث الهوى عنها وعني سليمة بعدي تطوفي إلى القبور على تأني قفي بجوار قبري ثم قولي أيا من كنت منك وكنت مني. الله 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 عن جد بدي أتشكرك من كل قلبي. شكرا. يعني أطربتينا نحن هلأ هون وأكيد أطربتي المشاهدين كلياتهم. كتير كتير انبسطت فيكي وأهلا وسهلا فيكي. شكرا. عن جد شكرا لك. شكرا عن جد نورتينا وما ضل غير تشوفوني بحلقة جديدة مع ضيف جديد وأكلة جديدة وجو مثل ما أنتم شايفين كتير كتير حلو. يلا باي باي, باي.